رح فرجيكم طريقة الحمص أو المسبحة. عندي أول شي هون كيس حمص 900 غرام، بدي انقعه لتاني يوم بمي باردة. مثل ما شايفين حبايب قلبي، بس هون ما بحط له لا كربوني ولا شيء، بس بحط له مي باردة وبحطه بالبراد لتاني يوم. وكل شي ساعتين تقريبا بغير له المي لمرتين ثلاثة، مثل ما تكون شايفين هون. بعد شي ساعتين بغير له المي وبرجع بعدين كمان مرة تانية وبتركه لتاني يوم. بعبي له مي وبسكر عليه وبحطه بالبراد وبتركه لتاني يوم. وتاني يوم بشتغل فيه بسلقه، ورح فرجيكم كيف الطريقة إذا الله راد بكرة. مثل ما شايفين حبايبي، نقعته بالمي وسكرت عليه بالنايلو، وهلأ بحطهم بالبراد. بعد شي ساعتين بغير له المي وكمان مرة تانية، بغير منيها مرة تانية، بعبي لهم مي وبسكر عليهم وبخليهم بالبراد. ما بصير نخليهم برا، هي احسن طريقة لنقع الحمص. وهذا الحمص تبعنا بعد ما نقعته بالبراد لمدة اكثر من 12 ساعة، شوف شلون المي صافية، ما فيها ابدا غازات، اي فقاعات، ما فيها شيء. شوفوا شلون الحبة شلون تضاعف حجمها، شوفوا ما احلاهم. شايفين حبايب قلبي؟ هلا بدي صفي المي وارفعه على الغاز، راح اسلقه وراح فرجيكم كيف الطريقة. بعد ما غسلت الحمص وصفيت المي تبعيته، حطيت مي جديدة هون، وهلا بدي احط له نص معلقة كربونة، هاي المعلقة الصغيرة تقريبا هالكمية هاي، وبدي احطهم على الغاز واسلقهم. وانا وعم اسلقهم بس يبلش يغلي، بس تطلع الرغوة بحاول شيل هاي الرغوة اللي بتطلع من الحمص. شايفين الرغوة حبايب قلبي؟ هاي الرغوة بدي احاول شيلها. شايفين حبايبي شلون عم يغلي؟ وهيك من قشر الرغوة تبعيته. مثل ما قلت لكم ما بيعتاز لشي بالسلق، لا ملح ولا اي شي تاني، بس بنحط له نص معلقة كربونات. شايفين حبايبي شلون ما ضل الرغوة بالمرة؟ هلا نوصت على الغاز وراح احط له غطا لحتى يستوي مزبوط. شوفوا حبايب قلبي بعد ساعة و45 دقيقة شلون الحبة شلون صارت، وشوف شلون بس اضغط عليها يعني مستوية 100%. هلا بعد ما استوى الحمص عنا، شو بدي ساوي؟ بدي اطحنه هو وسخن، وبدنا طاحونة تكون قوية. هلا اللي ما عنده طاحونة قوية شو بدنا نساوي؟ فيكم تستخدموا هاي المصفاية، بتحطوا فيها الحمص هيك من هون وبتضغطوا وبتطلع من الجهة الثانية ناعم كتير. واللي ما عنده هاي، إذا في عندكم طاحونة بندورة كمان تشتغل، بتطلعوا لكم الحمص كتير ناعم. بس أنا رح فرجيكم شو هي الطريقة اللي أنا بستخدمها، تفضلوا معي المرحلة الثانية. مثل ما شايفين حبايب قلبي الحمص وهو سخن، رح بلش نزله بالماكينة. نفتح الماكينة مساعدة شوي صغيرة بالتحريك مشان كلياتهم يتخلطوا، يعني من تحت هيك لفوق. شايفين حبايبي انا وعم اطحنه كيف المزيج صار؟ هلا بدي اضيف له شوية مي باردة، بصير انعم شوي.
وفيني اعمل هيك بس انه شوي صغيره بساعدها من تحت للماكينه وبرجع كمان بطحن. يعني مي بارده شوي صغيره بس لانه بعدين رح نستخدم ثلج. شوفوا حبايب قلبي القوام كيف صار، بس بعدنا لهلا لهسه ما خلصنا، لسه بصير انعم من هيك بس حط له الثلج وبيتغير لونه كمان، بس حط له طحينه بصير لونه ابيض اكثر. انا عم احاول اطحن الكميه كلياتها اللي عندي، انا عم اشتغل تقريبا كيلو حمص او 900 جرام، يعني ما يقارب 900 جرام. رح اطحن الكمية كلياتها بعدين رح انزل بالثلج والطحينة والحامض. شوفوا حبايب قلبي بعد ما طحنت الكمية كلياتها شوف شلون صاروا قديش ناعم وحلو. بس هلا شو بدي ساوي؟ بدي احط استخدم شوية ثلج مثل ما كن شايفين كم ثلجة. هلا انا مثل ما قلت لكم عم استخدم 900 جرام حمص، ل 900 جرام حمص انا بعتاز ل 300 جرام طحينه، ويفضل تكون نوعيه الطحينه طيبه لحتى يطلع الحمص كثير طيب. وبدنا ليمون، انا مستخدم عصير الليمون الطبيعي، فيكم تستخدموا ملح ليمون وبدكم كمان ملح. بعد ما حطيت الثلج هون من تحت شوف رح احط الحمصات وبدي ارجع اطحنهم وبدي اضيف فوق منهم الطحينه والليمون. هلا في إضافة أنا بحبها مع الحمص أو المسبحة هي الكمون. هي في عالم تحطها مع التزيين وفيكم تحطه مع شوي صغيرة بقلبه بيطلع كتير طيب. أنا بحب أحط بقلبه شوي صغيرة، رح أحط شوي صغيرة هون. ونفس الشيء بالنسبة للثوم، بس الثوم إذا بدكم تخزنوا الكمية ما في داعي تحطوها دغري، بس وقت بدكم تعملوا صحن الحمص بتحطوا معه شيء بسيط ثوم، وهو ما ضروري، هذا طبعا اختياري. شوفوا هالنعومة حبايب قلبي، شوفوا لي هالقوام، شوفوا. وهذا هيك بيكون الشكل النهائي تبعه. تفضلوا حبايب قلبي وهي النتيجة النهائية، أطيب صحن حمص من مطبخ الشيف لؤي عيسى. بتمنى تجربوا الطريقة وتخبروني. شوفوا هالقوام الحلو والناعم. وطبعا هلأ هدول بعد ما خلصوا بنغطيهم وبنحطهم بالبراد، نحاول نغطيهم بالنايلو. وريتوا ألف صحة وهنا.